ميعادك هنا. تعالى تعالى تعالى. مالك خايف ليه؟ تعالى تعالى تعالى. اهدى يا كيمو، اهدى كده. في ايه مالك؟ معلش يا حبيبي، معلش. خلاص انا هنا، انا هنا يا حبيبي. اهدى اهدى اهدى. خلاص خلاص بقى يا كيمو. ممكن افهم ايه الرعب اللي انت معيشانا فيه ده؟ طب وانا لا كبير واستحمك، العيل ده ذنبه ايه؟ ماله يا ماجد؟ ما تبطل الافوره اللي انت فيها دي. افوره يا حنان؟ انت مش شايف شكله بقى عامل ازاي؟ ما تفوقي بقى. هي سممت دماغك عليا؟ انت بتتكلمي عن مين؟ سمر؟ الست ما جابتش سيرتك غير بكل خير، وبعدين دي اختك مش واحده من الشارع. امال الشيخ اللي انتوا جايبينه بكره ده جاي يعمل ايه؟ يا حنان انت متغيره بقالك فتره، وانا بصراحه كده حاسس ان معمول لك عمل ومش عارفه اعمل ايه، وما صدقت لقيت راجل كبير يجي يساعدنا. كلهم نصابين. عايز تدخل نصاب بيتنا؟ يا حنان الراجل ده بيعملها لله، يعني ما بياخدش فلوس. برضه نصاب، هيحارب بيه غير بالجن. دول كلهم مخاويين. هو في حد دلوقتي بيعمل حاجه لله؟ ايوه هو يا حنان، انا سالت عنه ولقيت الناس كلها بتشكر فيه. يا حنان باللي بيحصل لنا ده يبقى اكيد معمول لنا عمل، خليه يجي يجرب يفك وخلينا نخلص. انت مش شامه ريحه وحشه في الاوضه؟ لا مش شامه. ازاي ريحه ماليه الاوضه؟ ايه القرف ده؟ بلاش تخليه يجي. ليه؟ عشان انا حاسه ان انا بقيت كويسه من ساعه ما سمر جت. خلاص يبقى يجي ويطمنا. بقول لك بلاش يجي، انا بقيت كويسه. وانا بقول لك هيجي ويطمنا، يعني مش حوار. قول له ما يجيش عشان هيتأذي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.